مساكم حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس عشان يصلكوا كل جديد احنا بنعمله. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا زهقنا كل يوم على الفطار لحمه ورز ودمعه وحاجات من دي، قلنا نغير، يلا نعطيها اليوم معجنات. تمام، رح نعمل لحم بعجين، رح نعمل هنشكل. طبعا انا حاطه هون كيلو ونص من الدقيق. طبعا هون الميه فترتها زي ميه الشمس لانه احنا بالحر. تمام، هون مش هستعمل كوبايه الحليب، هاخد شويه منها طبعا، ومعلقتين زيت طبعا، ومعلقتين سكر كبار، ومعلقه ملح صغيره طبعا، والخميره. طبعا الخميره انا عم بعملها على طول، نجربها ما شاء الله منيحه هاي الفوريه. طبعا دي معلقه البكو، دي معلقه طبعا، معلقتين سكر. ليه بنحط سكر؟ السكر بيحمر العجينة، بيخلي وجهها أحمر كله ما شاء الله. أنا هون حطيت معلقتين من السكر، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا معلقة ملح صغيرة، معلقة ملح صغيرة. تمام، طبعا هي كتير هيك، أكيد مش رح أحطه كله. يعني كده بعد بحدود معلقة صغيرة طبعا. رح نقلب الطحين كله مع بعضه، واكيد رح نعجنه بايدنا طبعا، وما نخلي العجينة سايبة ولا جامدة كتير. رح تشوفوا معي دلوقتي زي ما اتفقنا يا حبايبي، احنا في الحر، الجو حر عنا طبعا، المية فترناها تفتر. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا ما شاء الله الخميرة لما تكون منيحة كيف بتفور. بسم الله الرحمن الرحيم. رح ابدأ أعجن، مش رح أحط الحليب دلوقتي، والزيت أكيد آخر خطوة رح نعملها. طبعا يا حبايبي صار فيها أحط شوية حليب، مش رح كتر طبعا، كوباية مش كلها رح أحطها، كمان حليب بيحمر الخبز كده يا حبايبي. بدي احط، شوفوا الزيت بس معلقتين مش اكتر. شو المقصود من معلقتين الزيت؟ طبعا الزيت ما بيخليش العجينه تقشب من وشها، فهمت ازاي؟ مش عارفه اقول ازاي بالمصري تقشب يعني ايه، المهم ما تخليها تقشب من وشها. بسم الله ما شاء الله. هون بعد ما عجنتها رجعت لكم، بسم الله ما شاء الله. شوفوا لازم العجينة كيف تكون، طبعا ما تكونش لا تلزق ولا شيء ما شاء الله. لكن راح اتركها تخمر وارجع لكم، نعمل البندورة واللحمة والبصل اللي هنعمل فيها المناقيش وارجع لكم. طبعا يا حبايبي على احنا تركنا العجينة تخمر طبعا، وجهزت هون بصلتين كبار عملتهم بالمبشرة اليدوية طبعا، وال بندورة والطماطم كمان بحدود نص كيلو عملتهم كمان بالمبشرة. هون معي نص كيلو لحمة مفروم طبعا، ومعي نص معلقة صغيرة فلفل أسمر، ومعلقة كبيرة سبع بهارات، وشوية كمون، ونص معلقة قرفة، ومعلقة ملح. تمام، يلا بينا نخلط، نعمل الخلطة مع بعضها. طبعا هاي البندورة أنا عملت بحدود نص كيلو، والبصل هنضيفه المكونات دي على بعضها طبعا، هنقلبها مع بعض طبعا، ونص معلقة قرفة زي ما قلنا طبعا، ومعلقة كبيرة سبع بهارات، ونص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة فلفل أسمر، ومعلقة ملح. فيك تحط فلفل اخضر بس انا عندي هون ما بيحبوه مع المعجنات كده يا حبايبي. هون بعد ما خلطناها مع بعض، بسم الله ما شاء الله الريحه طالعه ايه، واحنا صايمين جوعتنا اكثر واكثر ما شاء الله. رح نحطها على جنب طبعا بالبراد، ورح نبدا بالعجينه. حطوا لايك للحمه، وحطوا لايك للعجينه، وحطوا لايك لسوسو عشان اوريكم ابو منا جاب لي ايه كده يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. هون بعد ما خمرت معانا العجينه، شوفوا بسم الله ما شاء الله، نبدا نقرصها.
طبعا هكبر التقريصه لاني هعملها رغفان كبير. طبعا نقطعها بهاي الطريقه، اكيد حطيتها هون عشان احط عليها العجين. طبعا المفرش دي بعمله للعجين مخصوص. نعمل العجينة التقريصة هيك، نلفها هون. لكن رح خلص وارجع لكم. اكيد يا حبايبي هذا المفرش حطيته عشان ارق عليه، طبعا نظيف ما شاء الله، لسه حاطاه الوقت اهو عشان نرق عليه. تمام، انا خلصت قريص العجين، طبعا رح اتركهم يرتاحوا 10 دقائق وبعدين هنعملهم. اكيد يا حبايبي هون بعد ما تركنا العجين ارتاحت، بسم الله ما شاء الله، شوف الحلاوه والطعامه. احنا هيك صرنا قبل الفطور تقريبا بساعه بالضبط، تاخرنا عشان يبقوا سخنين ناكلهم سخنين. طبعا هنرقها بهذا الشكل. انا برقع على الطبليه عاده، بس لقيت هيك اسهل لي وانا واقفه. ما شاء الله شوف العجينه ناشفه، ولا بتلزق ولا شيء. بعد فيها تعطينها كمان. ما شاء الله اي حاجه، اي غطا حاجه عندك فيك تقطع فيه. هوريكم ازاي. طبعا انا عندي غطا خلاط جبته، هقطع فيه بهذا الشكل. تمام، هنعمل كل الخطوات تقريبا نفس الشكل، عايزه تصغري عايزه تكبري حسب الغطا اللي عندك. نفس الطريقه، شفتوا ازاي؟ هنعمل كل الخطوات نفس الطريقة. طبعا العجينة اللي تفضل وراكي ترجع تقرصيها، ترجع تحطيها، تركيها للآخر، ترجع ترقيها وتعمليها كمان هيك. خلصنا، فيك تعمليها أصغر من هيك كمان. طبعا العجينة هاي نرجع نقرصها، نتركها للآخر ترتاح، نرجع نستعملها، أكيد ما نرميها. رح خلص الخطوات، رح خلص العجين وارجع لكم. كده يا حبايبي هون بعد ما خلصت، طبعا خلصناهم، انا حاطه طبقات طبقات، حط عليهم الهدمه عشان ما ينشفوش. رح نبدا نعملهم مع بعض، يلا بينا. نجيب الصواني، حطيت نقطه زيت صغيره، طبعا ما كتبت. طبعا فاضل على الفطار نص ساعة، لازم نسرع. طبعا نجيب العجينة بهاي الطريقة، نخلي هاي هون، هنعملها هيك وهيك. على السريع هنحشيها. هنحطها بالصينية أكيد. نعمل معاكم كمان تنتين ثلاثة نفس الطريقة، نحشيها باللحمة. طبعا نحطها بالصينية على طول، لازم نسرع لأنه ما عادش حاجة على الفطار. وحنفضل كذلك، اخلص وارجع لكم. طبعا حبيت اوريكم الشكل الثاني كمان. هنجيب العجينه نعمل نمسكها هيك ونعملها هيك نفس الطريقه، نعمل شكل كمان ثاني. طبعا وهذا الشكل الثالث اعمله معاكم مره كمان. نجيب العجينه
نمسكه من هنا ونشد عليه ونرجع نجيب هذا الجنب كمان نفس الطريقة ونشد عليه تمام. طبعا بهذا الشكل هنبقى نرص باقي الصواني نفس الطريقة حبايب قلبي. هنعمل كمان منقوشتين بالجبنة الموزاريلا تشكيل. هاي الجبنة الموزاريلا حطيت على وشهم زيتونتين، طبعا فاضل على الفطار تلت ساعة رح نجري عشان نلحق. طبعا بقى معي عجينة رح اعملها رغيفين، اكيد مش حنرويها، رغيفين بيتي اضاع على طعمه لما يكون معمول على الايد. وهيك حبايبي بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا وهي قدن المغرب. خلصنا احنا والمغرب مع بعض، ان شاء الله تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس عشان يصلكوا كل جديد. يلا تعالوا افطروا معانا. تصبحوا على خير حبايب قلبي.